لعبة الكراسي اليوم مع ختام الغراوي. السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله. تلعب الطاقة المتجددة دورها الكبير في عالم اليوم من ناحية تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة الكهربائية حول العالم، وفي العراق حيث تمارس الكهرباء لعبة الاستخفاء مع العراقيين، وذلك بفعل مشاكل كثيرة في ملف تجهيز الغاز وتوفير البدائل. فإن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، أين وصلنا في الاعتماد على الطاقة البديلة في البلاد؟ هل يمكن أن نحقق نتائج مرضية في هذا المضمار؟ وما هي معوقات ذلك؟ والأهم، كيف يمكن أن يكون الاعتماد على الطاقات المتجددة سبباً في تقليل التلوث؟ نناقش هذا الملف بعد فاصل. أهلا بكم مشاهدينا، ونرحب بالدكتور كمال حسين رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة. حياك الله دكتور، أهلا ومرحبا بجنابك. قبل كل شيء لابد أن نتوقف قليلا عند ماذا تعني الطاقة النظيفة وماذا تمثلها من أهمية اليوم. شكرا جزيلا لإتاحة هذا اللقاء. الحقيقة تعريف بسيط للطاقة النظيفة هي تلك الطاقة المستدامة التي لا تبعث الكربون إلى الأجواء، كالوقود الأحفوري وكافة الوقود المسبب لظاهرة احتباس الحراري. مستدامة أي أنها لا تنضب أبدا. نعم، لا بد أن لا تنضب حتى تسمى بهذا المفهومين، نظيفة وأيضا مستدامة. ونظافتها تكمن أنه هي غير ملوثة للأجواء ولا للبيئة بصورة عامة. هذا المفهوم اللي خليني أسميه الأولي لموضوع الطاقة النظيفة. وأكو تقسيمات أخرى داخل هذه التقسيمات، داخل هذا المفهوم دقيق وعميق يشمل مفاصل كثيرة، لكن هذا المفهوم العام اللي ممكن نكتفي به الآن. طيب، وننطلق من هذا. نعم. وين وصل العراق بهذا المفهوم الحديث والمعمول به بكل دول العالم دكتور؟ في البداية أريد الحقيقة من خلال هذا اللقاء مشكور عليه أقدم ثلاثة مفاهيم يستخدمها الشارع غير المختص في موضوعة الطاقة المتجددة. أسميها مفاهيم غير دقيقة. الطاقة المتجددة هي ليست طاقة بديلة، وإنما طاقة مكملة لخليط الطاقة. نعم، هذا واحد. ثانيا، هذه الطاقة لا يمكن أن تعمل وحدها، لازم أكو طاقة نسميها الباك أب، طاقة ناتجة من وقود مستمر أحفوري حتى نسوي عليها باك أب، نسوي عليها تحميل. يعني بالمفهوم آخر، إذا انطفت المحطة اللي تعمل بالوقود الأحفوري وإحنا محملين عليها طاقة شمسية حتى تغطي الحاجة الفعلية في ذروة الصباح مثلا، راح تطفى الطاقة الشمسية. فهذا مفهوم يعني نرجو من كافة الأخوة اللي يتعاطون هذا الموضوع أن ليست طاقة بديلة. هذا أبداً كأول نقطة. لا يعني ليست طاقة بديلة. واحد. اثنين، حتى أسميها طاقة بديلة لازم إيراد لي بما إحنا نسميه الستوريجينج، يعني التخزين. كنا أنا عندي خزان وأضخ من الخزان. مفهوم الخزان مع الطاقة البديلة لا يزال مفهوم غير دقيق، خاصة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لا يمكن من السهولة، وليس من السهولة بمكان أني أروح أجيب أخلي بطاريات لمحطة أمل مثلا 100 ميجاوات. يعني أنا رادي مثلا فت 50,000 أو 60,000 بطارية، هذا مو طبيعي الكلام. فلذلك مفهوم أنه طاقة بديلة هي ليست طاقة بديلة، فأضطر أحملها على الطاقة الأحفورية وأنقلها إلى المكان اللي أريده. نوقف شوي عند هذا المفهوم. نعم. دكتور، لعد البعض من يتحدث أنه هي طاقة بديلة راح نقدر أن نحقق بها قضية الكهرباء، تحلية مياه إلى آخره، نشغل بها ربما أدوات، مجمعات سكنية بأكملها ربما تشتغل على الطاقة الشمسية. نعم. هذا المفهوم صالح للفهم أم لا؟ إيه، يعني ممكن يكون إذا استخدمنا أكو طريقين لموضوع الطاقة الشمسية وحتى أي طاقة متجددة. يا أما أسوي أوفلاين، يعني خارج نطاق الشبكة. زين. إحنا أنا يراد لي البطاريات ويراد والمنظومة لازم مو كلش كبيرة، لأنه حتى لا مثلا تخدم، قد تكون لا تخدم. هذه ممكن للمجمعات السكنية، للبيوت. والآن مطروح، الآن مطروح مبادرة البنك المركزي مع يعني بعض وزارة البيئة ومركز بغداد للطاقة المتجددة،
يسوون، وطبعا البنك المركزي قائم بهالعملية، أنه ينطي قروض ميسرة لخمس سنوات حتى اللي يريد ياخذ له فد منظومه صغيره ومدة 10 امبير 15 20 امبير بالضبط ممكن يخليها تغطي له ساعات الذروه الصباحيه. هذه الاوفلاين، وهذه لازم وياها بطاريات. اذا اردنا نشكل هذه المحطات على على الشبكه الوطنيه عندنا المفهوم اختلف، لازم سنكرونايزيشن نسوي، بطاريات ما راح تكون ذات فائده. ثلاثه، اذا انقطعت الكهرباء تنطفي الكهرباء اللي من الطاقه الشمسيه، الا اذا اكو احنا نسميه الهايبريد سيستم. هسه طالع هايبريد سيستم ممكن بتقنيات حديثه، انه اذا طفت الكهرباء الوطنيه من تنطفي نقدر احنا نمول البيت بالطاقه الشمسيه. بس هذا لا يزال المفهوم مو كلش دقيق ولا كلش يعني مستساغ حتى على المستوى الكوميرشال، يعني على المستوى الاقتصادي. الآن العمل بكل العالم يروحون للأتيليتي سكيل، يعني المنظومات الكبيرة، لأن حتى تصرف، لأن بهالشكل إذا على البيوت وكذا يعني قد ما كلش تخدم. طيب هذا واحد. أكو مفهوم آخر حكمل لك ثلاث مفاهيم. مفهوم الطاقة الشمسية يغطي ست ساعات فقط في اليوم. ست ساعات كحد أقصى. نعم، كل ال 12 ساعة عندنا يغطي ست ساعات بالمعدل العام، لأنه أنا لازم عندي 1 كيلووات على المتر المربع على الخلية الوحدة يلا أحصل الفول كاباسيتي من المنظومة. ولذلك إذا تلاحظين هو الكيرف يصعد ينزل يصعد وينزل، فساعات الذروة ساعات الصباح الأولى الطاقة منخفضة والعصر أيضا منخفضة، بالمجموع العام يصير 6 ساعات. كل المفاهيم إحنا كناس علميين ونتبع هذا نشتغل على 6 ساعات باليوم. غيرها ما نعتبرها، يعني يعتبر تكميلي الجوانب لكيرف الطاقة تكميلي حتى يصعد لي للواحد كيلوات على المتر المربع، فهي 6 ساعات فقط من ذروة الصباح. أكو قضية أخرى مهمة بالموضوع، استدقلي لي هذا إحنا العد ما راح نستفاد، لا إحنا راح نستفاد وين؟ إحنا عندنا ساعات ذروة الصباح من 7 الصبح للـ5 العصر ترتفع عندنا نسبة الطلب على الكهرباء من الاحتياج العام 27%، وهذا ملازم لنا كظلنا، يعني كل ما تصعد سنويا احنا 27، هاي 27 نقدر نغطيها بالطاقة الشمسية من خلال الست ساعات هذه نغطيها بالطاقة الشمسية اللي هي تيرن اون كي، نفتح المنظومة الصبح نضخ مع الشبكة الوطنية يخلص العصر نبقى إحنا والليل. بعد أكو طريقة أخرى ممكن بعد سؤالك نضخ. يعني وفق هذا الكلام هي طاقة مساعدة، خلينا هي طاقة مساعدة حتما وما تتجاوز 27% من قدرتها نضخها للمنظومة. أكو مفهوم ثالث دكتور حتى تكمل؟ لا هو هسه المفهوم، هذه المفاهيم كاملة. طيب إحنا ليش ما نعمل بهذا المبدأ؟ إذا كانت هي هسه إحنا سلمنا إنه هي مطاقة بديلة وما تقدر تسد حاجتنا ال 12 ساعة و 24 ساعة باليوم، ست ساعات كحد أقصى، ليش ما نعمل بها؟ وشنو فائدتها إذا ما عملنا بها دكتور؟ لا الحقيقة هو إحنا عملنا بها، الحكومة انتبهت إلى هذا الجانب، والسيد وزير النفط رئيس اللجنة الوطنية العليا. بالنسبة إيش قد معمول بها للآن دكتور؟ إحنا الآن انطلقنا في 3 خليني أسميها عقود كبيرة، يعني بحدود 3000 ميجاوات مع 3 شركات، أو الآن دخلت وحدة أيضا أعتقد نرويجية، صاروا 4 شركات. رح نغطي خلال من المفترض سنتين 3000 ميجا. إحنا نحتاج الآن نغطي ساعات الذروة الصباحية الآن للسنتين الجاية 6000 ميجا، يعني نحتاج هذا تقريبا 50% من حاجتنا في الذروة الصباحية. وهذا زين مو زين، هذا كل زين جيد كخطوة، هذا زين. هذا يفيدنا وين؟ نقلل صرف الوقود، زائدا نسيطر على التذبذب. أكو تذبذب عندنا غير اعتيادي في موضوع الطلب على الكهرباء، كل ما تزداد الحرارة نشوف الصعود مو طبيعي فعلا. العراق أيضا يمتاز في صفة أخرى، أنه بعد 5 العصر من المفترض تقل الطلب على الطاقة، لا هو يزيد يزيد من 27 يوصل إلى حد 36% من الطلب على الكهرباء. وهذه طبعا العراق ينفرد بها لأن حرارته عالية، والصبح تدرين الناس كموظفين كل 5 مثلا عندهم تبريد واحد قاعدين بغرفة، من يروحون كل واحد يعلق تبريد، فهذه راح تزيد الطلب على الطاقة. هذه بصورة عامة يعني خلينا نسميها السيناريو العام
لموضوع الذروه الصباحيه والنهاريه والليليه بالنسبه لها. طيب ايش قد ممكن اذا ما استخدمنا الطاقه البديله او المساعده خلينا نسميها المتجدده ايش قد تقللنا من نسب التلوث بالجو؟ طبعا راح تفرق لنا هوايه. يعني اضرب لك مثل محطه ام الالف ميجا وات من الوقود النفطي يعني الهيفي فيول اويل كرود اويل بالسنه تطلع لنا للاجواء 3.5 مليون طن سي او 2. اذا احنا ثلاث محطات خلينا او 3000 ميجا اللي عادل تقريبا ال1 ميجا راح نشيل تقريبا بال 3 مليون طن تقليل انبعاثات. العراق الان يطلع للاجواء بسبب المحروقات 218 طن. لل 2030 377 حيوصل، لازم نخفض 1-2% من هذا الرقم. طبعا وزارة البيئة مشكورة مشتغل هذا الموضوع شغل جيد. نتمنى الحقيقة من الأطراف اللي تعمل في مجال حرق الوقود، لأن هي مثل الكهرباء وكذا تذهب باتجاه تقليل انبعاثاتها للواحد بالمئة أو 2% اللي اتفقنا عليها في اجتماعات كثيرة مع السيد وزير البيئة. طيب أنه أنت تتحدث عن كمية الانبعاثات المصادر ربما من بعض المصادر واللي تسبب تلوث بالجو. اليوم ايش قد هواءنا ملوث وايش قد نسبه التلوث في بغداد مقارنه بالمحافظات الاخرى؟ والله نسبه التلوث عاليه جدا والتلوث مرتبط. اكو نسبه معينه دكتور؟ ما يحضرني الرقم بس هي عاليه، اعتقد ثلاث اضعاف التلوث اللي كان في امريكا في نيويورك. ثلاث اضعاف يعني بغداد بالذات احكي لك، اما باقي المحافظات ما عندي خبر دقيق ويعتمد على عدد السيارات وعدد السكان، بس اعتقد اكثر مناطق تلوثا من ناحيه تلوث الهواء هي البصره باعتبار بها المشاعل اللي تحترق ليل نهار وايضا جوها الحار ورطوبتها العاليه تؤدي الى انه ثاني اكسيد الكربون ينزل الى الارض ويسبب الحقيقة مشاكل كثيرة مع وجود الرطوبة العالية الرطوبة النسبية. من هذه المشاكل دكتور الأمراض السرطانية وغيرها اللي نسمع بها اليوم منتشرة خصوصا ربما بالمحافظات الجنوبية اللي تكثر بها الإشعاع ونسبة التلوث. نعم أكو مفهوم خاطئ أيضا هم بالمناسبة هذه حتى أبينه. إحنا اليوم إشعاع ما عندنا نهائيا كل إشعاع ما عندنا، سوينا فحوصات لكافة المناطق. أغلب مشاكلنا الصحية ناتجة من التلوث الموجود في الهواء والتلوث الموجود في الماء. ما عندنا غير تلوث على مستوى الإشعاعات، ما عندنا شيء يعني كلش نادر كلش قليل لا يؤثر حتى إلى 0.01% من نسبة في أي منطقة هذا دكتور؟ يعني في كل المناطق خليني أسميها. ما عندنا يعني كان عندنا في البصرة مواقع ونظفت تماما من حرب الخليج الأولى والثانية ونظفت تماما وأعلننا البصرة حتى محافظة ميسان أعلنت خالية من التلوث نهائيا تماما. فشنو معنى خالية من التلوث؟ يعني ماكو عندنا تعرض مباشر ما بين البشر الإنسان والمواد الملوثة إشعاعيا. هذه مفهوم جدا مهم ينطرح لابد أنه نفهمه زين، أنه أكو تلوث مثلا في مناطق لكنه صار بعيد يا أما دفن يا أما حوصر يا أما كذا. كميات الحقيقة مو كميات معتبرة يعني ما نقدر نسميها خطرة يعني لا أبدا بعيدة عن الخطر تماما. مشكلتنا الآن تلوث الهواء وأيضا تلوث الماء. تلوث الهواء طبعا ناجم درجة الأساس المحروقات العامة وخاصة خصوصا الأزبال. نعم الأزبال بمواد خطرة لابد أنه يعني لا نذهب إلى حرقها، ندفنها أفضل ما نحرقها أو نشوف لها تصريف. هذه واحدة من أهم الأسباب. واحدة من أهم أسباب. ماذا عن المناطق الصناعية دكتور؟ اللي دائما يعني نشوف احنا بهذه الفتره تكون حتى وسط يعني المدن السكنيه قريبه من المنازل السكنيه وهذه مشكله بحد ذاتها. طبعا هذه الحقيقه ايضا واحده من القضايا المهمه وخلي يكون في البال. احنا لحد الان ما عندنا مدن صناعيه عامله بشكل مطلق يعني 100% ممكن 10-20% بسبب الوضع الراهن وانخفاض نسب تجهيز الكهرباء كلها خلت المعامل والاستيراد المفتوح على ذراعيه تدرين بعد كل السلع المختلفه في المجالات التصنيعيه ومجالات حتى الرو ماتيريال يعني المواد الخام والصناعات المختلفه اغلبها قاعد يجينا من برا، فنسبه الصناعه عندنا جدا قليله والتلوث الان ما يمثل حتى 20%، احنا اغلب تلوثنا ناجم من حقيقه هذه بالدرجه الاساس حرق الغاز المصاحب وحرق الازبال في المناطق
خليني أسميها الشعبية. ماذا عن تلوث الماء دكتور؟ تلوث الماء تعرفين حضرتك إحنا اليوم يمكن من الدول القليلة بالعالم اللي ذب مكباتها المائية السويج ووتر ذبه بالأنهر بدون معالجة. وأسباب الحروب السابقة حتى في حروب يعني الثمانينات حرب قللت الأموال من المفترض تصير منظومات معالجة يلا ترمى إلى النهر. اتفاقم هذا الموضوع إيش وقت ما كان موجود بس اتفاقم زيادة عدد النسمة قلة إطلاقات المياه وزيادة التلوث يعني زيادة الانسكابات السويج اللي هي خلينا مياه المجاري رفعت من نسب التلوث الكونسنتريشن يعني نسب التلوث بكافة الملوثات البيولوجية والكيميائية. هذا اللي خلى الحقيقة الطرق التقليدية في معالجة المياه والتصفية يعني ليست كفيلة في أنه تسحب الطرق التقليدية دكتور لو عدم الشعور بحجم الكارثة من هذا الأمر. يعني البعض من يشوفنا نتحدث بتلوث الهواء والماء يعني يقول ربما عندنا مشاكل أهم من هذا لكن ما 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 يتصور أنه هذه مرتبطة بحياة الإنسان بشكل مباشر. والله لا هم أنا أعتقد كل المسؤولين عندهم يعني فهم أكو وعي بحجم المشكلة بحجمها الحقيقي لكن مشاكل أكو عديدة في عدم القدرة على التنفيذ. واحدة منها إحنا عندنا تراكم كبير جدا في البنى التحتية يعني عدم وجود بنى تحتية. البنى التحتية يراد لها مليارات حتى تصرف حتى نروح نقعد إلى حد يعني البناء الأولي للمنظومات. إحنا ما عندنا يعني هسه أبسط شيء منظومات صرف صحي ما عندنا. تصور إحنا بالمستشفيات ما عندنا منظومات صرف صحي إلا شيء بعض المستشفيات النادرة واللي من المفترض أكثر شيء إحنا لازم نأكد عليه المكبات المستشفيات لأنهم مواد بيولوجية ومواد خطرة. هذه طامة بحد ذاتها. نعم هذه واحدة من القضايا اللي تحتاج معالجة ووقفة. وقفة أنه إحنا ننتبه إذا للأمور اللي تنزل بالمياه العامة الآن أكثر حتى المواطن حقيقة في بعض الأحيان مثل ما يشعر أو عبالك ما مسؤول. تدرين هذا اللتر واحد من الدهن اللي يذبه بالمجاري يلوث 700 متر مكعب من الماء اللتر الواحد يعني فت كمية هائلة جدا. المشكلة الثانية أنه بالتصفية ما نقدر نطلع هذا ما يطلع بالتصفية إطلاقا ما يطلع أبدا. التصفية بس يعني الأوساخ الأتربة كذا وبعد بعض القضايا البيولوجية بنضربها بالكلور نخلي لها كلور بس المذيبات الذائبات الفينولات مثلا وبعض الهيدروكربونات الناتجة من استخدامات القضايا النفطية اللي تندب الماء هاي ما تطلع وهي هاي واحدة من المشاكل. وفق هذه المعطيات نسبة التلوث بالمياه ايش قد دكتور؟ كبيرة كبيرة والله ما عندي رقم واضح بس كبيرة يعني مو 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 هينة مو هينة يعني لازم نلتفت لها. قضية تخصيصات فعلا ونحتاج إلى قرار سياسي ربما تخصيصات. إلى إدارة صحيحة. نعم. إحنا نمتلك من الخبرات الشيء الكثير دكتور. نعم إحنا وقلت لك يعني سببها البنى التحتية. بنى تحتية ما عندنا أي مسؤول يجي يريد يصلح لما ينطول الواقع الأليم يعني ينصدم لأن إحنا عندنا 40 سنة عندنا خلل بالبنى التحتية لكل المرافق العامة مو فقط المرافق البيئية ومرافق المياه والكهرباء. احنا عندنا تدهور بسبب الحروب تدهور مو طبيعي. فأي مسؤول يجي يعني الله يعينه اللي ياخذ مسؤولية واحد يقول له يا با الله يعينك شلون حتدبرها صعبة لأنه يرادلنا مليارات وبنفس الوقت بنى تحتية ماكو والوضع الاقتصادي جاي تشوفي أنت هذه كلها معوقات. هذا ما أخرنا في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة دكتور. بالطاقات المتجددة لا قد يكون سبب اتخاذ القرار لأن احنا من سنوات أنا كنت يعني من 2006 كنت أشتغل على موضوع التوعية في مجال الطاقات المتجددة. يمكن هاي الحكومة شوية التفتت إلى موضوع الطاقات وشافت أهميتها. إحنا كنا مثلا في حكومات السابقة مع وزير النفط يعتبرنا ند إليه إنه شنو أنتوا جايين تروحون للطاقة المتجددة لعد النفط أنا وين أودي الغاز وين أودي. لكن السيد الوزير الحالي الحقيقة يعني انطلق انطلاقة جيدة وعى موضوع أنه أهمية الطاقة التكميلية لطاقة الأحفورية حتى يسوي خليط طاقة متجانس
ممكن أنه يستخدمه. دكتور، هذا يجرنا لسؤال ونعود للحديث اللي ذكرته ربما في بادئ الحوار، ذكرت أنه اليوم هي طاقة بديلة، طاقة مساعدة وليست طاقة بديلة، يعني إحنا ما نقدر نستغني عن الطاقة الأصلية أبدا، يعني هذه أيضا مشكلة. البعض يعول أنه إحنا بعد كم سنة إذا ما تطور عندنا الوعي، تطور عندنا ربما خبرتنا بهذا المجال، اهتمت الحكومات فعلا، خصت أموال كافية، نقدر نتطور ونستغني عن الكهرباء ومشكلة الكهرباء والصيف اللاهب. صحيح. يعني هذه ربما شوية ترجعنا خطوة إلى الوراء. قلت ليش مفهوم خاطئ؟ إحنا لازم يعني نعي الدرس، نفهم إحنا شنو المطلوب من عندنا وإيش لازم نسوي. هاي طاقة تكميلية أضيف لي حتى أقلل من بعض الصرفيات. إحنا الدولة الوحيدة اللي هو تنتج نفط وتبيعه وتحرق منه، إحنا ده نخسر خسارة مضاعفة، يعني إحنا ما عندنا غير النفط حتى نصدره وقاعد نحرق من عنده كميات كبيرة. يعني ما تتصورين الأرقام اللي إحنا نحرق بها النفط، خاصة النفط يعني مو الغاز. يعني إحنا عندنا الآن 5000 ميجاوات، قرابة 5000 ميجاوات من الطاقة الأحفورية، الكرود أويل والهيفي فيول أويل. سعر النفط الآن تدرين، تعرفين رقمه؟ نعم. إحنا نصرف سنويا لكل 1000 ميجا بالسنة 13 مليون برميل. 13 في 5 يعني تقريبا شقد هاي 65 شقد؟ اي 65 مليون برميل بالسنه، اضربي في 100 هاي 6 مليارات و500 مليون دولار احنا نصرف بس وقود، بس نحرق وقود ل 18% من حاجتنا، لان احنا حاجتنا الان بدنا نصرف 18% بدنا نحرق وقود احفور نفط وغاز، نفط مو غاز، نفط نحرق احنا بدنا نحرق اموال بشكل اخر. بالضبط يعني. احنا نحرق 6 ملايين، يعني تعرفين ايش قد؟ قرابه 6 الى 7% من الدخل القومي. وهذا يعتبر رقم جدا عالي، ودعتش بامريكا ماكو رقم. يعني اذا تقارنين مصروفاتنا محروقاتنا اضعاف ما نحتاجه. فيما يخص النفط احنا نصرف 7% من الدخل القومي. يسموه جي بي تي. الجي بي تي مالتنا حدود اقل من 100 مليار. احنا نصرف 6 مليار، فاحنا 6.5 تقريبا، فبحدود ال 7% قاعد احنا نصرف من 7% من الدخل القومي، وهذا يعتبر كبير جدا. دكتور، السؤال البسيط، احنا ليش نحرق؟ ليش ما نستفيد؟ ليش نذهب الى الاستيراد والى مشاكل كبيره مع ربما دول الجوار لغرض تشغيل الكهرباء والى اخره؟ ليش ما نستفاد من ما هو محترق لدينا؟ ما هو شنو يعني احنا لازم نحرق حتى نولد، بس ما بيها مجال. احنا عندنا لكن بقدر ما نحتاجه، مو نحرق اضعاف، لا. احنا بدنا نحرق هذا هسه مثلا بدنا نحرق 18% من حاجتنا اللي هي 5000 ميجا، بدنا نحرق بالوقود النفطي. يعني نفط يعني الهيفي فيول والكرود زين، وال 48% او 50% الباقيه بدنا ناخذها من الغاز. من الغاز عندنا غاز حر وغاز مصاحب. هذا اني الاثنيناتهم يعني هو مصدر الوقود الاساسي. احنا نريد نضيف لها مصدر اخر ما بيوقود، نظيف وبكل المواصفات اللي تخليني اقلل من الاعتماد، ما اقول اترك، اقلل من الاعتماد على المحروقات. وبدل ما احرقها اروح اصدر، اقدر اصدر يجيني دخل اكثر، وخاصه الهيفي فيول اويل والكرود اويل، هذني مهمه جدا. فيما يخص الغاز، احنا الان غازنا يكفي بحدود اقل من 50% من حاجتنا الفعليه. نعم. واحنا نحرق اوريدي نحرق 50 من اجل انتاج يسموه الغاز المصاحب، نحرق قرابه ال 50% نحرقه. الان العقد اللي مع توتال اذا ان شاء الله الله كتب له النجاح ومشى، راح نغطي 70% من حاجتنا جيد للغاز، وهذه حاله جدا جيده. لكنه بعد بال 2030 ما راح تصير 70%، راح نرجع ننزل الى 50%، لان تعرفين يزداد الطلب. احنا سنويا بدنا نزيد من الطلب 1760 ميجا واط، يزيد الطلب عندنا، يعني تقريبا اريد اقول لك بحدود 10% احنا عندنا اضافه سنويه للاحتياج العام. بال 2030 راح نوصل بحدود بالذروه 60، وبال يسموه المعدل العام تقريبا 42 ميجا واط.
هاي الأرقام تخلينا نفكر لازم باستراتيجية وطنية. للآن العراق ما عنده استراتيجية وطنية للطاقة. ما راح نفكر بعد 5 سنين للأمام شنو راح يصير لازم بينا هو هنا مع ازدياد حاجة المواطن لكل شيء. أحسنتي أحسنتي. هو لابد أنه نرجع نسوي استراتيجية وطنية صحيحة للطاقة. استراتيجية السابقة انحرفت عن مسارها كثير. يعني واحدة من الأشياء العجيبة الغريبة بالاتفاقية بالاستراتيجية الوطنية اللي وضعت بال 2012 من المفترض احنا بال 22 هسه 58% من طاقتنا لازم يسموها كومباين سايكل، يعني اللي هي تشتغل غاز وياها نفط، يعني الاكزوز مال الغاز يروح الى نزيد الكفاءة. يعني اريد اقول ما سوينا احنا ما سوينا ولا منظومة واحدة بالكومباين سايكل. يقولون أكو واحدة بس ماء ما المستثمر اللي هي 500 ميجا. شنو اللي عطلنا عن أنه نسوي؟ ما اشتغلت هالحكومة ما اشتغلوها. من المفترض كان لازم أنا عندي استراتيجية وطنية أشتغلها. انحرفت قلت لك عن مسارها. اليوم أنا أدعو من خلال هذا المنبر خلينا نسميه المبارك أدعو إلى أنه العراق يلتفت إلى وضع استراتيجية وطنية للطاقة للعشرين ثلاثين عشرين خمسة وثلاثين، ويضع في حسبانه موضوع الانبعاثات، موضوع صرف الوقود، موضوع الوقود اللي يدخل شنو أنواع الوقود التي تدخل، وأيضا موضوع الطاقة المتجددة. يحسب الحساب دقيق ويباوع شنو المطلوب، وأيضا هذا مرتبط بملف المياه أيضا. لأن إحنا رح يصير عندنا بال 2030 شورتج، عندنا نقصان في مياه الشرب كبير خصوصا مع انخفاض المناسيب المطرية. لو لم نلتفت إلى هذه المشاكل ولم تكن لدينا استراتيجية لمواجهة القادم أو وضع خطة طويلة الأمد على الأقل لل 2030 مثل ما ذكرت، شنو راح يكون مصير العراق؟ والله يعني شو أقول لك، مصير مو تمام. هذه قراءة خبير يعني. نعم مصير مو تمام. وأنا وجهت الحقيقة كثير من مقالات عندي ولقاءات تلفزيونية كثيرة وحتى مع الأخوان المسؤولين في الأجهزة الأمنية مستشارية الأمن الوطني، تحدثنا كثيرا في هذا الجانب والتفتوا إلى الحقيقة بعض الآراء اللي عندي وسجلوها، وأعتقد من المفترض تكون منهجا واضحا للمستقبل. شو تتضمن هذه الرؤى وأهمها؟ أهمها أولا تحديات المياه. عندنا راح يكون عندنا تحدي للمياه قاسي جدا مع انخفاض مناسيب المياه. والحقيقة كثير من الناس يتكلمون والله دا يقطعون المي علينا في تركيا، لا مو هذا المفهوم. أرجو أن أصحح هاي القضية. لا أبدا، انخفاض المناسيب عام بسبب التغير المناخي، هضبة الأناضول اللي هي في أنا مو دفاعا عن أحد، هي مو محور سياسي، محور فني بحت. الآن إحنا 85% من مصادرنا المائية من دجلة والفرات، و 15% تقريبا من نهر ديالى وإيران. هاي المنطقتين بالذات انخفض من السبعينات كان معدل التساقط المطري 1800 مليمتر بالسنة. زين. الآن 600 مع زيادة عدد النسمة، مع زيادة الحاجة إلى الزراعة، مع توسع المناطق الزراعية وإنشاء السدود، طبعا يصير انخفاض. يعني المشكلة تعنينا طبعا بحلها وبمسبباتها. نعم. من جهة أخرى اليوم إذا تروحين يابا تركيا أنطونا ما يابا، أنا أنطيك ما يواني شنو، وأنا وضعيتي غير الزايد أنطيك إياه، ما عندي مشكلة. فهذا المفهوم إحنا من المفترض ندخل في حوار مع هذه الدول. ندخل بحوار علمي رصين، نقول لهم يابا هاي احتياجاتنا، خلي آليات مشتركة ونطلع بنتيجة انخفاض اتفاقيات. دكتور مفترض احنا نلجأ اليها، اتفاقيات الدول المتشاطئة الى اخره، اتفاقيات يعني من سنين المفترض احنا يعني نعمل على اساسها. الاتفاقيات خل اقول لك هاي القضية، لا تركيا ولا ايران تقبل تسوي ولا عندها اي اتفاقية في مجال المياه. الآن إذا تروحين تفتحين حوار معهم تقول لي أعطيك مي، شو تريد أسوي لك؟ بس لا تقول لي اتفاقية. ما التزم. ما التزم وياكاني. أنا عندي حاجة، أنا عندي احتياجات، أنا ألبي احتياجاتي، أنت ما تفرض علي أنا أجوع ناسي وأعطيك مي. هالشكل هذا. بس يمكن إحنا إذا ذهبنا إلى حوارات مشتركة مبنية على الثقة والتبادل بالمنفعة العامة، أكيد راح نحصل كثير من الأمور. يعني هذا على جانب صعيد العلاقات مع هذه الدول. نعم. فنياً شنو البدائل دكتور؟
البدائل الفنيه في مجال المياه بالذات. نروح نبني سدود، شو نسوي بالضبط؟ لا احنا الحقيقه حتى السدود ما تفيدنا، لانه احنا منطقه منبسطه، تعرفين بلاد وادي الرافدين منطقه منبسطه، بعد كركوك احنا عندنا كلها الارض منبسطه، اذا سويت يسد بمكان يفيض في مكان اخر، لان ما عندنا الا اذا نروح في المناطق الشمال بالاقليم كردستان نسوي هناك. وهذا هم يعني حديث موضوع اخر. احنا عندنا مصدر مائي جيد جدا ما حد ملتفت له، مياه جوفيه. مياه جوفيه المالحه. ليش المالحه؟ العراق بحدود 84% من مياهها مالحه متجدده، و16% عذبه لكنها غير متجدده. يعني اذا اسحب سحب جائر قد اوقف المياه لا 10 سنوات ممكن ما اقدر اعتمد عليها. بس انا عندي بحيرات اكبر من خليني اسميها دجله والفرات بعشر مرات، بس كون اطلعها واسوي لها معالجه فنيه واسقي بها، اسويها بس للسقي، ما اشرب منها مي. نفس اللي هي مالحه ومتجدده. مالحه ومتجدده. اذهب عندنا مثلا في بدره في الكوت، في بدرة عندنا بحيرة تحت الأرض، بحر تحت الأرض، وعندنا أيضا في الجزء الجنوبي سماوة والنجف والأنبار بها كمية مياه هائلة جدا. حوض الدبدبة هذا عندنا أيضا مياه ممتازة جدا وممكن ناخذها، واعماقها مو يعني مو هذا بعيدة. جيد. والاحاديث اللي تقول يعني من خبراء انه احنا عندنا مشكله بالمياه الجوفيه والسبب انه احنا جفت عندنا بحيرات وانخفض منسوبها والى اخره. مو هنا البحيرات اللي انخفض منسوبها، قصدك بحيره ساوه؟ نعم. بالذات بحيره على ساوه على سبيل المثال. مو هنا لازم احنا نروح حتى هذا ملف المياه الجوفيه افتحه، لازم متخصصين يفتحوه، مو مثلا بشكل عشوائي. اذا بشكل عشوائي يصير سحب جائر، اذا صار سحب جائر طبعا سبب لنا مشكله بدل الحل، لان هي عوامل مستطرقه تسحبين منها تنزل منها. واحدة من القضايا اللي يعني اللي أريد أبينها لحضرتك، مثلا جت فترة صارت في الدعاية أنه على جهة إيران هاي شنو دا يغرقون المياه، يذبون المياه بالشتاء وتتغرق مناطقنا وهاي دا تضرنا وكذا، روحوا سووا سدة. مو صحيح، هذا مو صحيح، لأن هاي المياه هي تغذية المياه الجوفية السنوية مالتنا. أنا من أروح أقصها بعد مياه جوفية ما عندي؟ هاي طبيعية من الله. وبالمناسبة هم من المفترض هم يروحون يسدون يستفيدون من الماء ويسوون بحيرات اصطناعية حتى يخزنون المياه. فدعوة إلى أنه إحنا لازم نباوع موضوع المياه، نباوع زين، خاصة المياه المالحة. مشكلة مياهنا المالحة هي ليست الملوحة فقط، وإنما الكبريتات الموجودة به. فهذه حلها فقط في المرشحات الريفيرز أسموزيز. ممكن نسوي محطات حتى بالصحراء ونطلع مياه صالحة للزراعة وليس للشرب. يعني الإنسان إذا يبدي يذوقها ما يستسيغها، لكنها ناجحة للزراعة. بتقديراتي الأولية من خلال بعض البحوث اللي نشرتها، احنا عندنا بحدود 3 مليون اكثر من 3 مليون دونم نقدر نزرعها بهذه المياه. جيد. حنطة وشعير ومحاصيل استراتيجية ثلاثة. ممكن نزرع بها هذه. والان احنا نقلل نسبة الزراعة ونخليها 50% وربما اقل، وتتضرر عندنا والسوق العراقية ايضا تتضرر بسبب ملف المياه. يعني هاي راح تقضينا على مشكلة كبيرة بالنهاية. بالضبط. جهة ثانية، احنا لحد الان بدنا نستخدم طريقة السقي مال السومرية الكلاسيكية اللي هي السقي السيحي، وهذا مو صحيح. احنا ما عندنا بعد مي، عندنا تبخر جدا عالي. تعرفين ايش قد يستفاد النبات من المي؟ 30% فقط، 70% يطاير، 70% ينهدر، قسم ينزل جوه كلش بعد يروح، ما يستفاد من النبات. لو نروح الى المراشنه، لو نروح الى السقي بالتقطير، لهاي الطرق راح يكفينا المي ويزيد، وما عندنا كل مشكله بالمي. لو استخدمنا نحكي عن تقنيات الري الحديثه، راح يقول لك نحتاج الى تخصيصات واموال واراده، وراح ندخل بملف معقد. صارت مبادره زمن السيد المالكي، صارت مبادره واشتروا هوايه. احنا مشكله في المبادره الزراعيه تقصد، فلاحين هم اشتروا معدات واشتروا ادوات مال مراشنه، وبعدين باعوها ذبوها وباعوها ما عرفوا يستخدموها. يعني ما استخدموها، يعني ما مو همه
الآن ما عندهم هم حقيقي لموضوع أنه هو يريد يزرع بقدر ما هو يريد يشتري حتى يبيع. هاي مشكلة، إحنا هاي هم مشكلة الثقافة في هذا الجانب حقيقي راد لها صفنة. وأعتقد الصفنة خلينا نصفن لعد على تفصيلة الوعي. تدرين الصفنة وين راح تجي؟ لما يصير حكم بعد ما بي مجال نصل إلى عنق الزجاجة، بعد ما بيها مجال نشتغل حتى نطلع شيء ناكل به، وهذا ترى خلال 10 سنوات راح يبين. والناس خايفه تقول لا توصل الجبايه والضرائب على قضيه حتى شرب الماء، يخاف نوصل لهذه المرحله مستقبلا. اي مو احنا همنا يعني مواطننا الله يحفظه ما كلش يعني ملتفت الى هالحاله، قصدي خاصه المزارعين والقطاع الزراعي يكون، والدوله ايضا هم لازم تدفع باتجاه دعم المواطن. وهي تروح توفر المي. اليوم انا عندي كميه مياه هائله جدا من الصحراء، اقدر اطلعها واوفرها امد انبوب واوفرها للمزارعين، الناس راح تزرع. يعني دكتور احنا اليوم عندنا كنوز، عندنا موارد، عندنا مياه جوفيه، عندنا طاقه رياح، عندنا طاقه شمسيه، لكن كلها ما مستغله بواقع الحال. احنا ما عندنا مانجمنت، هي هاي مشكلتنا ترى. احنا مشكلتنا بالمانجمنت، بالاداره الصحيحه، الفهم الصحيح والاداره الصحيحه. اذا صار فهم صحيح راح تنحل كل مشاكلنا. احنا مشاكلنا للمستقبل مستعصيه، اذا تباعيها مستقبل اسود، بس نقدر من هسه نحلها اذا فكرنا صح وانشانا الادوات والطرق الصحيحه في الاداره، راح نكون سالمين كلنا، يعني نطلع من الازمه. هذا مصدر الفكره، لكن مستقبل الفكره، مستقبل هذه الاليات، خلينا نقول المجتمع العراقي اليوم عنده هذا الوعي الكافي؟ يعني من انت تجي لمواطن تقول له راح نخلي لك مثلا تفاصيل على سطح بيتك، تعمل على الطاقه الشمسيه، توفر لك 6 ساعات مثلا بدل الكهرباء، راح يثق بها؟ لو راح يلجا للمولده ما يثق بهذه التقنيات الحديثه، او ما عنده وعي كافي بهذه الطاقه المتجدده. اي مو هي هم مشكلتها لا تزال هي محدوده. يعني تدرين مواطننا، يعني هسه انا اذا اريد اخلي محطه طاقه شمسيه فوق بيتي، انا اريد اشغل لي تبريد. التبريد اذا ما اشتغل انا شو اسوي بيها؟ هي ما راح تشغل تبريد. ممكن الشغل هذا هسه الانفرتر الصغير، بس احنا تدرين جونا لا يفيد بانفرتر. خمس تباريد بالبيت ويادوب يبرد البيت بهالاجواء. يعني هي مو كلش يعني راح تكون، خلي اسميها مثل ما سميناها الان، لن تكون بديلا اطلاقا ابدا. راح نعتمد على ابو المولده وراح نعتمد على الوطنيه، ما بيها مجال. طيب ما ممكن تكون بديله للمولدات؟ لا ابدا ابدا، نفس الشيء، نفس المشكله. ليش انت هسه تلاحظين احنا ترى قطوعات الليليه اكثر من النهاريه. قطوعات بالليل عندنا اكثر، لان الطلب على الكهرباء يزيد كلش بقوه. فلذلك احنا عندنا مشكله ليليه. احنا بالليل، بالنهار احنا نحتاج نصعد عن يسموه الاحتياج الاساسي 27%، بالليل نصعد 36%، يعني فوق حاجتنا الفعليه. هذا كله بسبب تدرين يعني احنا جونا حار، بعد الله خالق لنا الجو حار بعد، يعني مو سهله نتخطاه. ما تعتقد اكو حلول لمشكله الكهرباء اللي صرنا نحس انه هي ازليه؟ والله راح اقول لك فتشي. اليوم كل العالم دا يتوجه للطاقه النوويه، شئنا ام ابينا. بعد 10 سنوات كل العالم شاء ام ابى للتوليد، لقضيه التوليد. لان هذه 24 ساعه 7 أيام بالأسبوع، 315 يوم بالسنة تطيج كهرباء ما تطفى. ممتاز. وقودها محترم. أما هاي الأساطير اللي راح نتلوث وهذا ما العادل ما تربة فرنجي، مو صحيحة هذه. تدرين المحطة هي بيها نسبة خطورة دكتور لو لا؟ أبداً أبداً. اليوم المفاعلات هاي الحديثة، بالمناسبة الإشكالات اللي صارت بالفوكوشيما واللي صارت بتشيرنوبل، مفاعلات الجيل القديم اللي كانت قديمة متهالكة اللي بيها نسبة خطورة عالية، هذه المفاعلات الجيل الثالث بلس ما بيكون خطورة، حتى لو تطفى الكهرباء، حتى لو يغرق 9 أمتار المفاعل مسوين، ولذلك غالي الكابيتال كوست مالته غالي. زين لكنه هو الواقع سيكون هذا هو البديل عن الطاقات. ليش ما نلجأ لهذا الخيار؟ الحقيقة اللجوء إذا هذا القرار لازم احنا نسوي التالي. أولا نسوي وعي بين الناس. تدرين انت هسه الناس أول ما هاي أم راح يجيبوننا على المشاكل النووية، هم حيجيبوننا على التلوث. ما كنت شيء أبدا مشاكل التلوث تدرين تقنية آمنة جدا جدا. اليوم تصوري انت، راح اعطيك رقم عجيب غريب. كل التلوث اللي يطلع
من مفاعل نووي يشتغل 60 سنة 60 سنة يطلع منه 45 متر مكعب من مادة صلبة ملوثة، وهاي نقدر نحجزها يعني أصغر من هذه الغرفة مال 60 سنة. بينما إحنا سنويا نطلع 300,000 طن من آشز يعني أتربة ومن الوقود الحفوري، هاي تحترق أكبر من المفاعل نفسه، والزئبق والفينيديوم وكله إلى الأجواء. هذا هو السبب التلوث اللي نقوله. حتى كمية يورانيوم موجودة بالانبعاثات أكثر مما لو أني أجيب مفاعل وأجي هاي 45 لمدة 60 سنة أقدر أحجزها تحت الأرض وما عندي كل مشكلة بها. هذا إذا ما رحنا اتفقنا ويا الدولة أنه هي تأخذ مرت الله تأخذ، لأنه هذا يعاد تصنيع مرت الثانية بهواية فوائد للوقود المحروق يسموه. إحنا نأمل الحقيقة العراق أنه، بس أعتقد الوقت بعيد جدا على العراق أنه يلتفت أن يخطو شي خطوة. أعتقد الموضوع بعيد، لا يزال بعيد. شنو يعوزنا دكتور؟ والله قلت لك يعني أولا قرار سياسي وإرادة، وأيضا تثقيف للمجتمع. المجتمع يخاف، ومن حقه لأن ما يعرف المجهول، بالنسبة إلى كل مجهول المعاني مخيف. هذا يحتاج إلى موافقات أيضا مع مجتمع دولي إلى موافقات. واحدة من أهم أسباب يعني نجاح المفاعل هو إحنا نسميه الببليك أويرنس، يعني التثقيف المجتمعي. ولازم أيضا يعني يصير في مكان جيد وكذا، وأعتقد هو سيكون على مستوى الدول المتطورة هو البديل الناجح. الآن في اليابان لا، رجعوا التفكير ما بيها مجال، شافوا ما بيها مجال أنه يرجعون إلى موضوع الطاقة النووية، ما بيها مجال. أنت تشوف هذا هو الحل اليوم الأمثل للعراق للخلاص من مشكلة الكهرباء؟ إيه نعم، بس ممكن هذا لأن يتأخر، يحتاج لبناء 10 سنوات حتى ينبني المفاعلات المطلوبة. بس بنفس الوقت عندنا خبرات تدير هذه المحطة. الخبرات مو صعبة أبدا، مو صعبة. اليوم الدول تتوسل بيك حتى تدرب لك أحسن الشباب الكوادر، نجيب لك ياهم فتشيلوز خاصة العراقي. تعرفين العراقي مشهور بالذكاء الغير طبيعي خاصة في المجالات العلمية المعقدة. خبراتنا كلها في دول يعني العالم دكتور، وما يعني مستثمرية في بلدنا، يطلع نتيجة ممتازة جدا. أنا ذاك اليوم عندي دورة كانت في كثير دول يعني في عمان، وراحوا وياهم فريق من العراقيين. الأولى كانت عراقية طلعت الأولى عليهم في الهندسة النووية، والثاني هم طلع عراقي، وهم يعني مجموعة كبيرة من دول مختلفة، وحتى انبهروا بها يعني أنه يا شنو هالعقلية الممتازة. يعني إحنا الحمد لله عقلياتنا بالجهة العلمية ما عندنا مشكلة في يعني الكاباسيتي يسموه. ليش ماكو احتضان لهذه الكفاءات دكتور؟ احنا نسمع حتى اليوم من عندنا مخترعين، مثلا هذا اللي يشغل بيته على الطاقة الشمسية، هذا اللي يخترع له شيء معين تخص ربما التكنولوجيا او الطاقات المتجددة، ما يصرح حتى باختراعه للأماكن المعنية او الوزارات، يقول لك اخاف لا تسرق جهودي وبالنهاية انا كل شيء ما محصل. ماكو احتضان لهذه المواهب. الحقيقة هذا الموضوع يجرنا الى حديث ذو شجون. وزارة العلوم والتكنولوجيا من المفترض هي الحاضنة الأولى للعلم، وهي قاطرة العلم. كل دولة بالعالم عندها قاطرة علم، لازم القاطرة والمقطورة. القاطرة هي الوزارة، وزارة العلوم والتكنولوجيا. الآن بعد أن ضمت إلى التعليم، لا ظلت هي بالتعليم وظلت تسوي إحنا نسميه choke and talk، يعني نشخبط على الصبورة ونطلب الطلاب ندرسهم، ولا احنا ضلينا نروح نباوع الى ستيت اوف ذا ارت اللي هو يعني اخر ما توصل اليه العلم، حل مشاكلنا الصناعيه، حل مشاكلنا الزراعيه مختلف. عندنا مشاكل كثيره في صناعه السمنت، في صناعه المواد الكيميائيه، في صناعات متعدده، البلاستيك وغيره. من المفترض احنا هاي وزاره العلوم والتقنيه هي تسوي لنا البحوث، وتجي هاي القطاعات المختلفة يا تعالى أنا عندي مشكلة مثلا في السمنت، أريد السمنت مالكي أقوى، شوف لي فد آلية معينة. هالشكل تشتغل الدول. إحنا الحقيقة حصرت هاي الوزارة، وقلنا يعني من 4 جدران خلوها وبدأت سابقا تكوت. شنو كانت تعمل هي؟ طبعا هي القضية وزارة العلوم والتكنولوجيا من المفترض وزارة، أصلا هي من وزارة سيادية بكل العالم. أنا رحت بال2006 إلى كوريا الجنوبية، ولقيت وزارة العلوم والتكنولوجيا 52,000 واحد. تعجبت شنو هاي؟
يعني احنا كنا 10,000 ونقول الرقم يعني تو ماتش هذا. فرحت قلت له ليش؟ فضرب لي مثل طلع لي هذا القلم الجاف، قال لي شوف هاي البول مالت القلم هذه، هاي بها براءه اختراع. المخترع من يخترع فشي احنا الى جزء باونس احنا نسميها، يعني خلينا نسميها مبلغ من المال يجي على شقد الربح يجي الى نسبه معينه ترجع له. ولذلك تشوفوه مستقتلين بالليل على تسجيل اختراعاتهم، ما يطلع بالليل ما يطلع. وحكالي على هيونداي، محرك هيونداي وتيارات هيونداي، وكلها بها براءات اختراع وتطوير غير طبيعي. وكل التطوير له للباحث له حصه، حصه في انشاء مختبرات، حصه في طلبه، اخذ طلبه جدد، زيادة راتبه، كل هذا. هذا شقد راح تشجع، شقد راح تشجع كفاءات عندنا بالضبط، وشقد راح تحلش من مشاكل الآن مستعصية مستعصية عندنا لا تزال. إحنا ودت لاحظين إحنا عندنا انحدار بكل شيء، حتى على مستوى الصناعات مالتنا. كانت سابقة عندنا ثلاجة عشتار وطباخ عشتار وتلفزيون وكذا، هسه ماكو، موجودة زين، لأن ماكو دعم لقضية الإبداع. هذا لو أكو دعم للإبداع يعني أكيد غير شكل. ما طالبتوا بإعطاء أهمية أكبر لهذه الوزارة، تخصيص مالي أكبر، إرجاعها كوزارة مستقلة؟ هسه ما نقول سيادية، لكن كوزارة مستقلة لها إمكاناتها، لها وجودها إلى آخره. والله هو من المفترض يعني الحكومة تلتفت إلى هذا الجانب. إحنا ما نظل لازم نسوي شاوتينج يوميا صيح. وتدرين يعني العلميين هم همين مو كلش يعني وكح، قاعد وساكت ويلتفت. وهنا نحكي ويا مسؤول، نحكي ويا يا بلتفتوا الى هذا الموضوع. هاي الوزاره جيده والله، بس تترتب وتصير اراده سياسيه حقيقيه الدوله بس تهتم بها. ما نريد فلوس بقدر ما نريد اهتمام وشوف النتائج. هاك فلان اطلعوا لي بنتيجه، انتم يا كيمياويين عندي مشكله بالبتروكيمياويات، عندي مشكله حلوا لي اياها. انتم لعد شكو قاعدين نعطيكم راتب؟ لو يصير هيك الحكي يختلف. انا عندي مركز بحوث نفط يسوى مراكز بدول العالم بيش بالمورد البشري البي بالناس البي، لكنه ما عندنا ادوات، ما نقدر حتى نشترك ويا اي وزاره من الوزارات، حتى قانوننا يمنع الاشتراك في حتى نسوي مثلا بحث مشترك حتى نحل مشكلة. هذا القانون قانون الوزارة الحقيقة اللي وضعه ما أدري شلون كان يفكر بصراحة. يعني ما معقول اليوم واحد يشتغل بلاش بس براتبه بطرق راتبه، ماكو شيء، لأن هذا مبدع وراح وجهده كله يصب في هذا حقوق فكرية. حقوق فكرية حقوق فكرية، خب عندنا معاناة بالحقوق الفكرية. يعني صوري مثلا احنا عندنا براءات اختراع، ما حد بالعلوم قام ما حد ينشر براءات اختراع. ليش؟ لأنه صاحب البراءة هي وزارة العلوم والتكنولوجيا. بعد تخليني تمنعني أني من أنه أنا إذا أريد أروجها يا مستثمر يا كذا، على مستوى شخصي يعني تمنعني، ما تخليني، ممنوع أقاضيك. وصارت عندنا، بينما من جهة أخرى تضيع جهود دكتور بمعنى آخر، بينما بالناحية أخرى الوزارة ما تقوم بالترويج. ما له علاقة، ما له علاقة. ليش؟ الاختراع يركن وينسى فيما بعد لسبب بسيط، لأن حتى الأموال الجاية تروح للمالية، كل شيء ما نستفاد من عنده. فهذا قتل للإبداع. أنت الإبداع لازم تشوف له الإنسان، لا هو حتى يطور نفسه يعني يحب يجي له إنكم زيادة، دخل زايد من خلال عقله. أنا إذا أسوي له ريستركشن أحصره يبطل بعد ما يبدأ. يعني تصير هواية ما تصير حرفة. من صارت هواية يريد يشتغل يشتغل، ما يريد يشتغل ما تهمه. ولذلك أنا عندي الحقيقة في علوم وتكنولوجيا والله عقول جبارة جبارة جدا، لكنه هذا ما مسلط عليها الأضواء دكتور. ونرجع ونقول ليش كفاءاتنا، ليش شبابنا، ليش طاقاتنا بالدول الأخرى يقيمون ويتولون مناصب مهمة ومراكز ويتوصلون إلى اختراعات كبيرة، وإحنا اليوم بحاجة بأمس الحاجة هنا بالعراق. هاي مشكلتنا إحنا، يعني عندنا هذا خاصة قوانيننا قتل للإبداع، بها قتل للإبداع. ما تخليش تبدعين أبدا. المشكلة إحنا اليوم بدنا نتحدث عن الوزارة المعنية بالإبداع وبالمخترعين المفترض. ماكو أبدا، ما عندنا كل إبداع. الوزارة هيش ماتت، ميتة الآن، يعني على السرير، بحيث أنه بس يطلع هذا الكادر المتقدم دي يتقاعد وما حد يلتفت له، الله وياك في مالنا. وهاي تعتقد هذه الوزارة وربما وزارات مهمة أخرى لو أبعدت يد المحاصصة السياسية عنها والتدخل السياسي كان شفنا ثمرها؟
والله شوفي انا اشوف هي مو محاصصه هسه ما يخالف حتى لو محاصصه قابلين بس كون واحد وانت من تقول محاصصه معناها ما جبت الشخص المناسب في المكان المناسب لا احنا نريد اذا اكو اذا مضطرين على المحاصصه فجيبوا شخص كفو هسه ما خلت لا الشيعة خلت من العلماء ولا السنة خلت من العلماء جيبوا الشخص المهم والفعال والحيوي اخو ما معقول يجيبوننا وزير مثلا كان يشتغل لف ماطورات مثلا صارت عندنا هيك حاله صارت بالوزاره نعم نفسها فقد في زمن ما شلون يعني لف ماطورات يعني جفت شخصيه ما ادري شنو ما خربط لنا الوضع كله بعد حتى نحكي ما نعرف نحكي لانه هو عالم اخر احنا عالم الأبحاث وعالم مثلا الأدوات المهمة هو مصلح ماطورات نعم. مع احترامنا للي يصلح نعم. ماطورات بس أن يكون بمرتبة طبعاً. وزير ويدير مشكلة. وزارة بهذا الحجم مشكلة. بهذه الأهمية نعم. يتحدث مع علماء نعم. يترأس علماء هذه مشكلة ما يفقه من العلم شيئا الآن احنا عندنا دكتور نبيل يعني عبد الصاحب جيد ورجال باحث ولكنه من اندمجت الوزارتين مع التعليم مشاكل التعليم 90% الرجال شو يريد يسوي احنا بالنسبه لنا 10% يخصص وقته ما يقدر يعني صعبه عليه صعبه خصوصا الفيلد هو فيلد اكاديمي الرجال هو رجال اكاديمي فما كلش يقدر يلتفت الى هم الوزارة هو جيد من كل النواحي وبعد تدرين بعد قائد الوزارة والتعليم مو سهلة أنا أجي أرفق التعليم ويا العلوم والتكنولوجيا أكيد رح وزارتين نضرها. مهمة الوزارتين طبعا. مهمة فما لقي يعني شو يريد يسوي زين وهذا جانب الجانب الثاني كل الأدوات محبطة في اتجاه العلوم والتكنولوجيا احنا شفنا مثلا في زمن سابق وليس هذه الوزارة السابقة جبنا براءة اختراع مع أحد الوزراء السابقين في وزارة الكهرباء وقعدنا وياه يابا احنا ترى عندنا عداد ذكي احنا صنعناه احنا مجموعة باحثين وهذا العداد هو عداد من العراق حلو يشتغل لأن هذا مال التشطيب ما أدري كله يحلها هو يحلها والفاتورة تدفعيها بالموبايل فتشي يعني كل إشراقي متطور جدا جينا قعدنا مرة مرتين وياه قال أنا شنو يعني مالي متعاقد ويا كوريا أنا هاي شو أسوي بهذا جايبي أنتو زين بعدين اكتشفنا بالتعاقد مو اللي نفس الديزاين ولا نفس الطريقة ولا غير أدوات غير آلية أخرى فمن نتيجة حبط الشغل راح انتهى الشغل بس هاي أيدي وطنية ربما التكلفة تختلف كل شيء يختلف حتى لو أغلى صدقيني حتى لو أغلى ما طول منتج وطني لا أشجع أيادي عراقية على الإبداع بالمستقبل رح يصير أرخص حيصير كذا حتدخل وزارة الصناعة أيضا هم وزارة حرامات معطلة هيك بها عقول جبارة والله أنا شفتهم وشفت بعض الأخوة هنا عقول جبارة يعني بس يسري لهم الأمور العراق ينجح يمشي الآن جاوبتني على سؤالي لكن ربما بطريقة أخرى من قلت إحنا لو أبعدنا يد المحاصصة السياسية والقرار السياسي عن الوزارات المهمة كان وزاراتنا انتعشت وقدمت لنا ثمار ونتاج على أرض الواقع والدليل أنه أنا أجيب مصلح ماطورات أسوي وزير وربما ما خفي كان أعظم دكتور أنا جدا استمتعت بالحديث وياك واستفدت حقيقة شكرا لكل ما تفضلت به من معلومات مهمة ونتمنى أن تصل إلى آذان المعنيين وأن يعني نراقب هذه المشاكل اللي طرحتها حضرتك بجدية أكبر شكرا لك جزيلا شكراً الدكتور شكراً كمال حسين رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ومدير عام الطاقات المتجددة أيضا وزارة العلوم شكرا جزيلا لحضرتك دكتور حياك الله لكم الشكر أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة في أمان الله.